يوم الأربعاء 8 سبتمبر هو يوم ديال الاختيار ديالكم. الاختيار ماشي ديال الهيئات السياسية ولا أشخاص غادي يمثلكم، بل هو اختيار ديال المستقبل ديالكم ودوليداتكم. 2003-2009 الموضوع توفينا الثقة، اشتغلنا بكل مسؤولية ونجزنا مشاريع، وكان أول برنامج ديال التهيئة الحضرية في المغرب هو انطلق من مدينة تطوان بتدشين من جلالة الملك نصره الله. 2009-2021 وخا وضعتوا فينا الثقة مجددا، وقعت تحالفات وطلعت الكرسي الرئاسة في حزب واحد آخر، تطوان وقفات، الكل يشتكي. مسؤوليتي الشخصية أنه جاي كنترشح للمرة الثالثة طمعا في الثقة ديالكم، وبغيت نكمل واحد البرنامج اللي بديتو اللي عندي في قلبي. هذه فرصة عندنا مع المستقبل، الآن اللي خصنا نقرر. كنتكلم مع التطوانيين اللي عاشوا في الفترة ديال 2003-2009 واللي كعرفوا شكون الطالبي وشكون التجمع الوطني الحرار وشني المشاريع اللي تصوبت، ومستعدين حقوا نفس الشيء وأحسن. علاش؟ هذا هو البلاد اللي غادي يعيشوا فيها وليداتنا وليداتكم. هنا الإمكانيات متوفرة، لكن واش الذكاء الكافي متوفر لدى الجميع باش يبلور هاد الشيء ويخلي تطوان في هذيك الأبهة ديالها اللي كنعرفوها، ولا غادي يخليها واحد المدينة جامدة الناس ديالها خصهم يهاجروا باش يشتغلوا. التطوانيين قادرين يغيروا المستقبل، لكن هذا المستقبل راه خصو يتغير نهار 8 سبتمبر. هذا المستقبل بالنسبة لي شخصيا ما مرتبطش فقط بإثبات الإمضاء والحالة المدنية والنظافة والبنية التحتية، هذا كيرتبط بحوايج أخرى، كيفاش تطوان تعاود تمركز داخل الجهة ديال طنجة تطوان الحسيمة، كيفاش تاخذ الريادة اللي كانت عندها، كيفاش يمكن لنا نفتحوا آفاق ديال الشغل بالنسبة للشباب التطواني والشابات كذلك، كيفاش نعالجوا المديونية الكبيرة اللي تراكمات على الجماعة باش تولي الجماعة هي المؤسسة القافلة اللي غادي يتجر هاد تطوان نحو واحد المستقبل أفضل كما عشناه في 2003-2009. تطوان باش يمكن لها تعطي الثقة للمستثمرين من جميع أنحاء المملكة وخارج المملكة باش يجي وحطوا الريحان عنا ويخلقوا لنا مناصب شغل. لابد من مؤسسة تثق فيها، لابد من مسؤول يكون عنده علاقات على المستوى الوطني والدولي باش يمكن له يجلب هاد الاستثمارات. تطوان مدينة الثقافة والفن، تطوان المعطاء، هذا وقتها والمستقبل ديالها بين يدكم انتوما. نهار الاربع هو الخطوه الاولى نحو المستقبل. مسؤوليه صعيبه، الله يقدرنا عليها. تطوان تستاهل احسن.